انت بيقول لك ان انت شكله او جدا. هو صغير كان شكلك قوي والله يعني انا شبه له قوي هو في سني. لا عندك صوره له هو صغير؟ لا انا عايزه الصوره دي او اتليست صوره ليك انت وهو مع بعض. انتوا طبعا يعني خلت صالح ما تبقى يعني ملوش صور ابدا عامه قليله قوي صوره مع مش هتصدقي الموضوع دوت وانا لحد دلوقتي مش مصدقه ان انا ليا 10 صور مع بابا بس على مر حياتنا لان انا ما كنتش بحب ان انا اتقل عليه في ان يا بابا تعالى انا وبعدين بابا يعني في البيت يعني هتصور معاه حبيبي موجود طول الوقت فليه هتصور. فدلوقتي لما باجي ابص في الموبايل او في الصور او في اي حاجه بلاقي ان احنا صورنا مع بعض معدوده بمعنى كلمه معدوده يعني كنت اجيب صحابي وقرايبي وحبايبي والناس كلها تيجي تصور معاه وانا مش انا تمام. بص يا احمد انت النهارده معانا مش عشان ابن خالد صالح مع كل الاحترام والمحبه الفياضه لخالد صالح انت معانا النهارده عشان انت عملت دور كويس جدا وان انت ما كنتش شبه خالد صالح في الدور والحقيقه وهي دي اللفه يعني هو ده لو تعرفش ده حلو ولا وحش ولا لا ده حلو. عارف انا هتكلم بمنتهى الصراحه في كتير من الاحيان احنا او معظمنا او ناس كتيره مننا بيبقى عندها حاله تشكك او استفزاز او تنمر لاولاد الفنانين لما بيبتدوا يمثلوا. مفهوم. مش هنكذب على نفسنا لو سالت ثلاث ارباع الناس اللي هنا يعني أجيب. لما فنان يقول بنته هتمثل او ابنه هنمثل بنبقى بقى جايب بنته جايب ابنه الى ان يثبت العكس يعني بس عارف احنا بالنسبه لنا الاتهام بيسبق الاعتراف بالموهبه. انت ولو انه اسمك مرتبط باسم فنان عظيم الا ان انت دخلتك ما فيهاش الحرك ده مش هو اللي دخلك مش هو اللي جابك في ديله. ربنا يوفقك. منصور القناوي منصور القناوي او احمد خالد صالح.